بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته النهارده هنتكلم عن رامز جلال والمصيبه الجديده اللي هيعملها في شهر رمضان طبعا احنا كنا عارفين ان هو كل رمضان بيفاجئنا بمصايبه ومقلبه الجديده اللي بترعب الناس منها ايه طبعا هو السنه دي نزل تويت على تويتر بيقول ان اسم البرنامج بتاعه المفروض يسميه مقالب مخيفه لكن تعالوا بقى شوفوا هو مسميه ايه بس بصراحه يعني اسم على مسمى مسميه اقول ولا خليها مفاجاه مجنون رسمي يعني هو بيعترف على نفسه ان هو مجنون رسمي وكلنا نعترف بذلك برافو انت اول مره تختار اسم برنامج ليك في رمضان يكون لايق عليك بصراحه آه السنه دي بقى عامل ايه في مجنون رسمي وفعلا هو مجنون رسمي مصور البرنامج في الامارات عشان طبعا آه آه خلاص الاماكن اللي هنا خلاص اتحرقت بالنسبه للممثلين وبيعرفوا ان هو رامز جلال بمناسبه رمضان فهو السنه دي عامل البرنامج مصوره في الامارات وبيستعين بفنانه اسمها اروى أنا يعني كانت بتقدم برامج قبل كده وكده يعني فهي عامله بتمثل دور المذيعة هي طبعا مش هتقوم بدور مذيعة هي ممثلة في البرنامج هتقوم بدور المذيعة ويقعدوا الضيف على كرسي مكهرب يكهربوا الضيف ويبداوا يخففوا بالكهرباء شويه لغايه ما الضيف يفرهد خالص ياخدوه بقى يريحوا اعصابه على بركان مخيف بينفجر بالنار واماكن مخيفه وحيوانات واشياء مخيفه هو الضيف بيشوفها وبينصدم طبعا من المناظر اللي هو بيشوفها ادي الفكره بتاعه برنامج رامز جلال السنه دي هو استضيف مجموعة من الفنانين منهم حمو بيكا وياسمين صبري وغيرهم من المدعوين الفنانين وطارق حامد اللي هو لاعب نادي الزمالك أحب أقول لك يا رامز يا جلال بطل تفاهة شوية وقدم شيء ليه محتوى يفيد الناس وتعرف تقابل ربنا وتقول أنا فدت الناس بشيء أو فدت الناس بحاجة أنت برنامج, برنامج بتاعك تافه بمعنى الكلمة تافه يا ترى حضرتك ايه الهدف من البرنامج بتاعك ممكن تقول لنا ايه الهدف ان انت تجيب شويه فنانين وتقعد تعمل شويه آآ رعب آآ وشويه آآ يعني آآ اكشن على مش يعني مش عارفه ايه الهدف من كده يعني ايه الممتع اللي انت بتشوفه في كده فعلا فعلا احب اوجه رساله ان فعلا اسم البرنامج بينطبق عليك جدا مجنون رسمي وانت مجنون رسمي فعلا وربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا بطل تفاهه بقى وقدم شيء هادف عشان الكورونا دي تروح لان طبعا يعني ايه امثالك طبعا وامثال غيرك بيعملوا البرامج بتاعتهم وبتنشروا الفيروس للناس يعني انا مش عارفه ايه الهدف من فيروس فكري انتوا بتفيروسوا مخ الناس يعني انا مش عارفه ايه الهدف من وفي شهر رمضان يعني قدم شيء يا اخي لله هي ده الشيء اللي انت بتقدمه لله كل سنه حسبي الله ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته